بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين بخير دايما يا رب. ان شاء الله النهاردة فيديو جديد من الفيديوهات المهمة جدا، وموضوع النهاردة ان شاء الله عن انقطاع الحمام عن البيض. طبعا ناس كتيرة بتكتب لي وبتقول لي يا ابو مريم الحمام عندي قطع بيض، بطل ان هو يبيض خالص، تمام كده؟ فلازم انت تبقى فاهم ايه هي اسباب انقطاع البيض في الحمام، يعني ليه الحمام يبطل ان هو يبيض. في كذا سبب يخلي الحمام يبطل ان هو يبيض، فان شاء الله النهارده في الفيديو ده هشرح لك الاسباب كلها وهشرح لك علاج كل سبب بيكون ايه بالظبط. طبعا يا جماعه في البدايه كده خلينا متفقين ان احنا دلوقتي فتره تغيير ريش في موسم قلش، وده عملنا فيديو عنه من كام يوم واتكلمنا فيه، وقلنا ان الحمام في موسم القلش احيانا بيريح وبيبطل بيض بنسبه كبيره جدا، تمام؟ بيريح وبيبطل بيض وبيفضل فتره طويله مريح لحد ما يبدا ان هو يجهز عن اوض البيض الجديد، فدي من اهم الاسباب. طيب تاني سبب ايه؟ تاني سبب يا جماعه ان الحمام يكون داخل عليه اي مرض، اي عدوى مرضيه سواء بكتيريه او فيروسيه ممكن تخلي الحمام ينقطع عن البيض ويبطل ان هو يبيض، وده طبعا هنعرفه لو الحمام عندنا فيه اي اعراض مرضيه، الحمام فيه كشاشان، فيه خمول، فيه اسهالات، نعرف كده ان الحمام ده مريض، فلازم ان احنا نعالج المرض الاول بعد كده يبدا الحمام ان هو يشتغل، تمام كده. طيب ثالث سبب ان الحمام يكون عنده ديدان. الديدان من الاسباب المهمه جدا اللي بتخلي الحمام يبطل بيض وينقطع عن البيض، والمشكله ان الديدان بتنتشر في الحمام بسرعه، تمام كده. يعني لو عندك الحمام فيه ديدان وانت مربي حمام سايب، فالديدان هتنتشر عندك في كل الحمام بنسبه كبيره جدا خلال مثلا ايه شهر بكتير، هتلاقي الحمام كله عنده ديدان وبطل ان هو يبيض، تمام كده. فلازم ان انت تعالج ديدان مثلا كل فتره، تمام كده، مش هقول لك كل مده معينه مثلا، لا انت كل فتره كده لو حسيت ان الحمام عندك بدا ان هو يخس وحجمه بيقل، وحسيت ان في بيض للديدان او يرقات للديدان في الرف او في الزرق بتاع الحمام، لازم ان انت تعالج الحمام عندك من الديدان. علاج الديدان بندكس بشري او سترات الببرازين بيطري. لو بندكس بشري يبقى 2 سم على لتر ميه، لو سترات الببرازين بيطري يبقى نص معلقه صغيره على كل لتر ميه لمده يوم واحد، ولو الحمام نزل ديدان بنستخدم كمان يوم ونكرر بعد 14 يوم. طيب لو الحمام ما نزلش اصلا ديدان، يعني ادينا له الجرعه الاولى ومفيش ديدان نزلت في الزرق بتاعه، يبقى ما بنكررش تاني وما بنديش اليوم التاني، تمام كده؟ طيب ده من اهم الاسباب اللي بتخلي الحمام ايه ينقطع عن البيض، فلازم ان احنا نعالج الديدان وبعد كده الحمام بيبدا ان هو ان شاء الله بيشتغل بعد ما ياخد شويه فيتامينات وبتاع الكلام ده. فطبعا يا جماعه سبب انقطاع البيض اليومين اللي احنا فيهم دلوقتي دول هو سبب تغيير الريش وتجديد عنقود البيض. الحمام اغلبيته حاليا بيجدد عنقود البيض وبيغير ريش، فان شاء الله هوريكم كده الحمام اللي عندي واشرح لكم عليه ازاي نعرف ان الحمام دخل فتره تغيير ريش وتجديد عنقود البيض، وبعد كده نرجع نتكلم ونقول هنعمل ايه مع الحمام اللي ريح بسبب تجديد عنقود البيض وتغيير الريش وموسم القلش. فيلا بينا نبدا. بسم الله، وما تنساش تصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعمل لايك على الفيديو وتعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس، ويلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا جماعه ايه، انا عندي مثلا الجوز ده بقاله فتره كده مريح اهو ما بيبيضش، تمام. الجوز ده برده بقاله فتره مريح ما بيبيضش. في عندي هنا ده جوز حضان اهو برده مريح اهو مش بايض، تمام. بص ده جوز حمام تحضين ومريح اهو برده، ما بطش بقاله فتره، تمام. ده دكر مفتل نتايته ريحت وفصلتها، شلتها حطيتها في سلاكه مع النوتي، وهنشوف النوتي دلوقتي مع بعض، تمام. بسم الله ما شاء الله. ده برده قص مفتل اهو من ساعه اخر عيش طلعوه وهم مريحين، بقالهم كده بتاع شهر تقريبا، تمام. وقلشين اهو يا جماعه، تحتيهم ريش اهو، في قلش معاهم ريش كتير، تمام. بس انا لسه منضف امبارح. ده ذكر اهو برضو انتهيته ريحته وفصلتها عزلتها بعيد عنه، تمام. برضو بيقلش اهو، تمام. الا ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده، دول اربع نوتي، نتايتين نفاخ ونتايتين مفتل، نتايه نفاخ زرقاء ونتايه نفاخ صفراء ونتايتين مفتل بيض. طبعا النتايه اللي في ديلها حته سودا دي او في جناحاتها حته سودا دي بتاعه الذكر اللي جوه، والنتايه الثانيه البيضة اللي ورا دي، تمام، بتاعه الذكر اللي بره. فانا هعكس ان شاء الله، هجوز النتايه اللي فيها اسود دي للذكر اللي بره، وهجوز النتايه الثانيه للذكر اللي جوه، تمام كده، هغير اللقو بتاعهم ان شاء الله، تمام. والنتايه النفاخ الصفراء دي كانت متجوزه ذكر نفاخ ريتش، هجوزها لذكر نفاخ اصفر، وهجوز النتايه الزرقاء دي للذكر الريتش، تمام كده. فايه، انا برضو هعمل عمليه تغيير للقو ان شاء الله بعد ايه فتره القلش اللي هم فيها دلوقتي وتجديد عنقود البيض. زي ما احنا شايفين طبعا تحتيهم ريش كتير جدا اهو نواعم، ده بسبب ان هم بيقلشوا، تمام كده. ان شاء الله يخلصوا قلش وهنبدا تاني ان احنا نلقي كل نتايه لذكر باذن الله، تمام كده. يا جماعه زي ما شفنا مع بعض عندي بعض الحمام
بيجدد عن قوض البيض من غير ما يقلش، تمام، ما قلش اصلا بس هو توقف عن الانتاج، انقطع عن البيض، تمام. وفي حمام تاني بيقلش وبطل ان هو يبيض، تمام كده انقطع عن البيض بسبب القلش. فسواء كده او كده فاحنا لازم نتعامل مع الحمام بالطريقه اللي اقول لك عليها. اول حاجه، لو انت عندك سلكات فاضيه الافضل ان انت تعزل النوتي بعيد عن الذكوره. يعني انا مثلا عندي 10 تجواز حمام، تمام كده، مفروض ان انا اخلي كل ذكر في السلاكه بتاعته زي كده، وبعد كده اخد النوتي احط كل 3 4 نوتي مع بعض في سلاكه، كل 3 نوتي، كل 4 نوتي، كل 5 نوتي مع بعض في سلاكه على حسب حجم السلاكه. لو السلاكه عندك تاخد 5 حمامات حط الخمسه مع بعض، مش هيضربوا بعض عادي، ما تقلقش خالص. حتى لو ضربوا بعض سيبهم بعد يوم ولا اتنين هيتعودوا على الموضوع ده وهيبقوا عاديين خالص مع بعض. انما الذكوره كل ذكر في سلاكه لوحده، ما ينفعش تحط ذكرين مع بعض هيموتوا بعض، تمام كده. طيب عزلنا النوتي في سلاكات وخلينا الذكوره في البيبان بتاعتها. طب لو انا ما عنديش اماكن ان انا اعزل فيها النوتي، هقول لك عادي خلي كل ذكر وانتيته مع بعض في السلاكه، مفيش مشكله باذن الله، تمام كده. المهم ان انت فتره تغيير الريش او تجديد عن قوض البيض دي لازم ان انت تستخدم شويه الادويه اللي انا هقول لك عليهم. اول حاجه الفيتامينات، تمام كده. اول حاجه يا جماعه الفيتامينات مهمه جدا في فتره تغيير الريش تجديد عن قوض البيض، لازم نستخدم اي فيتامين سواء بشري او بيطري، تمام. البشري بنستخدم فيتاماون شراب بشري، بنحط منه 5 سنتي على لتر الميه كل يوم لمده 3 ايام، تمام كده، كل اسبوع، كل اسبوع نحط 3 ايام. طيب البيطري ممكن نستخدم الالف دال 3 ه او الجروفيت بيطري، بنستخدمه من 1 سنتي ل 2 سنتي على لتر ميه سواء ده او ده، تمام، من 1 سنتي ل 2 سنتي على كل لتر ميه 3 ايام كل اسبوع، تمام كده يا جماعه. طيب عايزين نستخدم حاجه تاني مهمه، مفروض ان احنا نستخدم مضاد السموم ومنشط الكبد والغسول الكلوي. دوت بنستخدمه، ممكن يكون جاي معاك مضاد سموم ومنشط كبد على بعض، وممكن يكون جاي الثلاثه على بعض اللي هو مضاد سموم منشط الكبد غسول الكلوي على بعض، تمام كده. في غسول كلوي بيتباع لوحده، فانت هات اي حاجه متاحه بالنسبه لك، تمام. ما عندكش يبقى استخدم خل التفاح. طيب هنستخدمه لمده قد ايه؟ هنستخدمه لمده 3 ايام، تمام، سواء خل التفاح او مضاد السموم منشط الكبد غسول الكلوي هنستخدم 3 ايام باذن الله. بعد كده بنستخدم ايه؟ بنستخدم خماير، تمام، خماير بقى سواء خميره بشري راس خميره نص قرص في بق كل فرد حمام، او خميره بيطري اللي بتحط على الاكل او اللي بتحط على الميه على حسب النوع اللي انت هتجيبه، هيكون الجرعه مكتوبه على الكيس او الدكتور البيطري هيقول لك على الجرعه بتاعته، تمام كده. فده كده كورس لازم تمشي عليه مع الحمام خلال فتره تغيير الريش. يعني اشتغلنا مثلا فيتامينات كل اسبوع 3 ايام، ممكن نمشي عليها 3 اسابيع 4 اسابيع الكلام ده، بعد كده مضاد السموم، بعد كده الخماير، تمام كده يا جماعه. طيب فتره التريح او تجديد عن قوض البيض دي ممكن تكون فتره طويله، تمام، ممكن حمام يخلص بسرعه خلال شهر مثلا او حاجه، ممكن حمام يطول عن الشهر، ممكن يقعد شهر ونص شهرين، تمام. فاحنا خلال الفتره دي مثلا ممكن اول 3 اسابيع نستخدم زي ما قلنا فيتامينات كده، الاسبوع الرابع مثلا نستخدم مضاد السموم ومنشط الكبد والغسول الكلوي، الاسبوع الخامس نستخدم الخماير، بعد كده ممكن نعيد تاني نبدا ان احنا نستخدم الفيتامينات برضو لفتره لحد ما الحمام يبدا ان هو يشتغل باذن الله، تمام كده. فده كان فيديو النهارده، يا رب نكون استفدنا منه واستمتعنا بيه. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو بينزل على القناه جديد. كمان ما تنساش تعمل مشاركه للفيديو عشان تفيد غيرك بيه، ولو عندك اي استفسار او محتاج موضوع نتكلم فيه اكتبه لي في التعليقات تحت الفيديو وان شاء الله اجهز لك الموضوع انزله لك على القناه في اقرب وقت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.